ولمناقشة ملف التهديدات النووية الإيرانية للخليج العربي ينضم إلينا عبر سكايب من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب. مرحبا بك معنا. مساء الخير. مساء الخير. وكالة الطاقة الذرية أكدت أنها قلقة من إعلان إيران تعزيز قدرتها على تخصيب اليورانيوم. هذا القلق يزيد من قلق الجيران بين قوسين من دول الخليج العربي في ظل عدم وجود رادع حقيقي لطموحات طهران، كيف تقيم المسألة؟ اليوم سمعنا الموقف الأوروبي، موقف الاتحاد الأوروبي الذي دعا إيران إلى وقف نشاطاتها الخطيرة في المنطقة، وقف تهديداتها لدول الإقليم في منطقة الخليج العربي، وقف سياساتها العدوانية في ضد دول الجوار. هناك أسباب موضوعية دفعت إيران إلى رفع الصوت والتهديد بتطوير برنامجها النووي مما يشكل خطرا على الاستقرار الإقليمي والدولي. النقطة الأولى هي الحرب الأوكرانية، والتي كشفت الدور الإيراني في أوكرانيا ووقوفها إلى جانب روسيا بتقديم مساعدات عسكرية، وخاصة المسيرات التي تستخدمها روسيا لضرب الشعب الأوكراني. وهذا ما دفع الرئيس الفرنسي إلى القول بوضوح إلى أن إيران تجاوزت دورها الإقليمي لتلعب دورا عالميا ويؤذي أوروبا بشكل خاص. النقطة الثانية هي زيارة الرئيس الصيني إلى منطقة الخليج، واللقاءات الواسعة التي عقدها مع المملكة العربية السعودية، مع دول مجلس التعاون الخليجي، ثم القمة مع دول العربية والرؤساء العرب الذين حضروا هذه القمة، مما يعني أن هناك سوقا ضخما فتح أمام الدولة الصينية للاستثمار به، مما يجعل التفاهم الصيني الإيراني محدودا جدا، والمصالح الصينية في إيران محدودة جدا، لأن إيران تحت عقوبات وتتعرض لعقوبات، والتعامل معها مقلق ومزعج جدا لأي دولة تريد التعاون معها، فيما أن التعاون مع الدول العربية اقتصاديا وسياسيا مريح ومثمر أكثر بكثير. وأكثر ما أقلق إيران هو مضمون البيانات الختامية التي صدرت، ومن ضمنها ما تم الحديث عنه عن الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات، وكذلك عن رفض الصين لأي حل عسكري في المنطقة، رفض الاعتداء على المملكة العربية السعودية واستهداف المؤسسات المدنية أو المدنيين في المنطقة. شعرت إيران أنها مستهدفة بهذه البيانات، وبالتالي كان لابد أمامها من رفع الصوت والتهديد أيضا. إضافة إلى ذلك، هناك الوضع الداخلي في إيران، الانتفاضة المستمرة والتي كشفت ضعف النظام الإيراني، عدم الالتفاف الشعبي حول هذا النظام، ورفض الشعب الإيراني للديكتاتورية الجديدة التي تتحكم بمصيره ومستقبله وبطبيعة حياته، من الحجاب إلى غير ذلك من الأمور التي يفرضها النظام على الشعب الإيراني. لذلك تحاول إيران الآن نقل الصورة من الداخل، من التهديدات التي تتعرض لها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالعقوبات ومنع التجارة مع إيران، إلى رفع الصوت حول المشروع النووي وتطوير برنامجها النووي، بحيث يصبح الجميع قلق من هذا الموضوع، وبالتالي يعود الحوار حول مطالب إيران في المنطقة، حول قوة إيران، حول قدرتها على تغيير قواعد اللعبة. وهذا هو جوهر السؤال، عندما تقول إيران بأنها يعني تهدد بعض الجيران بقوة وتتحدث عن أطماع لهؤلاء الجيران ضد يعني طهران، كيف نفهم ذلك؟ يعني من الذي يطمع في من في هذه الحالة؟ في الواقع يعني الاعتداء على الآخر هي موقف إيراني وليس موقف عربي أو من دول الجوار، لأن إيران هي التي تحاول الاستيلاء على الأراضي العربية، وهي التي أعلنت أنها تتحكم بأربع عواصم عربية، من صنعاء إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت، وهي التي تهاجم السفن التي تنقل النفط في الخليج العربي وكذلك في البحر الأحمر، وهي التي تشحن المتفجرات والأسلحة إلى الحوثيين في اليمن، إلى الانقلابيين في اليمن. فإيران هي التي تحاول الاعتداء على الدول العربية، هي التي تحاول أن تتمدد ضمن الدول العربية من خلال تجنيد عملاء لها من ميليشيات ومسلحين، وهي التي تحاول أن ترفع منسوب العداء بين السنة والشيعة في المنطقة وتصوير الصراع على أنه ديني ومذهبي، وإيران هي التي تحاول الاستثمار في المشروع الديني لتعميق الانقسام العربي فيما بين المكونات العربية، وبالتالي مما يسهل عليها السيطرة على المنطقة والتدخل في شؤون الدول العربية. في الواقع إيران هي التي تطمع
في السيطرة على الدول العربية، وشاهدنا في العراق عند كل خلاف سياسي بين المكونات العراقية نرى مسؤول الحرس الثوري الإيراني يسرع إلى بغداد لجمع الأطراف للتفاوض معها أو لتهديدها. وكذلك شاهدنا الاعتداء الإيراني على الأكراد في شمال العراق، شاهدنا الاعتداء الإيراني الوحشي الفارسي الوحشي على الأكراد في إيران نفسها، وهناك أيضا الاعتداء الإيراني في سوريا على الأكراد أيضا. لذلك إيران هي التي تعتدي على محيطها، هي التي تهدد الاستقرار في محيطها، وذلك بهدف أن تؤكد نعم أنها قوة إقليمية أستاذ حسن، كبيرة نعم وأن لها مصالح يجب احترامها. في المقابل الخارجية السعودية كان لها تصريح بأن بلادها ستسعى لضمان أمنها أو أمن أراضيها إذا حصلت إيران على سلاح نووي، هل هذا يعني أن سباق تسلح نووي ممكن أن يحصل في المنطقة أم لا يزال الأمر بعيداً؟ في الواقع السياسة الإيرانية سياسة سباق التسلح هي التي تتبناها إيران، وهي التي تسعى إلى تعميقها في المنطقة. ومن حق الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية إلى البحث عن أي إمكانية للتسلح لمواجهة الطموحات الإيرانية. سباق التسلح الإيراني من صواريخ باليستية إلى مفاعل نووي إلى القدرة على إنتاج قنبلة نووية، وهذا ما يؤكدها الكثير من الخبراء أن إيران قادرة على إنتاج القنبلة النووية خلال فترة زمنية بسيطة. ومع هذه العقلية وهذه القدرة على العدوان وتبرير العدوان على الدول المجاورة وكذلك حتى على الشعب الإيراني نفسه، فمن حق الدول العربية كافة ومن حق السعودية بشكل خاص البحث عن إمكانية زيادة قدرتها على الدفاع وزيادة قدرتها على التسلح بما فيها النووي للدفاع عن نفسها ولمنع إيران من ارتكاب أي حماقة بحق هذه الدول وشعوب هذه المنطقة. إيران فعلا دولة عدوانية لأن نظامها قائم على أنه لا زال ثورة، لا زالت إيران غير مقتنعة بأنها دولة وكيان وأنها سلطة يجب أن ترعى شؤون شعبها، لا زالت إيران تتصرف على أنها ثورة ومن حق الثورة التمدد والانتشار والتجنيد وإنفاق الأموال في تسليح الأدوات والحلفاء والميليشيات في كافة المناطق للدفاع عن الثورة الإيرانية في طهران، وليس لتنمية مصالح الشعب الإيراني الذي يتظاهر مطالبا بحقوقه وبمعيش وظروف معيشية أفضل بكثير. من حق الدول العربية بالفعل أن تحمي نفسها وأن تدافع عن نفسها بكافة السبل والوسائل. أين تقف أمريكا من ذلك، من هذه التهديدات؟ بداية الولايات المتحدة كانت مستفيدة بشكل كبير من التهديدات الإيرانية لأن كانت معظم هذه الدول في المنطقة تسعى للتفاهم مع الولايات المتحدة والتعاون معها لحماية نفسها أو لتأمين حماية دولية في الحقيقة. أما الآن أصبحت الولايات المتحدة تدرك أن إيران أصبحت خطرا على الممرات المائية التي تؤمن الطاقة لمعظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة، وأن الدور الإيراني الذي انتقل إلى أوروبا ويهدد الاستقرار حتى في أوروبا أصبحت خطرا فعليا، وبالتالي لابد من مواجهة هذا الخطر. لذلك قرأنا وسمعنا القرار الأمريكي الذي يتحدث عن وضع 100 من السفن المسيرة في الخليج وفي البحر الأحمر لمراقبة التصرفات الإيرانية. وكذلك شاهدنا المناورات الأمريكية الإسرائيلية المتواصلة والتي استخدم فيها أعداد كبيرة من الطائرات بما فيها قاذفات القنابل شكرا الاستراتيجية. لك، شكرا أشكرك لك. جزيلا أستاذ حسان القطب الباحث في مركز صيدا أو مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات في صيدا، شكرا لك.